إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي لكل السادة المتابعين الأوفياء، كنرحب بكم مجددا من خلال هذا البث المباشر هنا من مدينة فاس. العديد من الرسائل اللي توصلت بها حول يعني شارع الشفشاوني، الكل كيطالب بضرورة الحديث على شارع الشفشاوني، والعمل أكيد على توجيه نداء للمسؤولين من أجل التدخل لإصلاحه وتهيئته على غرار على خطى باقي الشوارع اكيد ديال المدينه اللي كيتم الاصلاح ديالها الان بمدينه فاس. فشارع الشفشاوني عنده واحد، ما كاينش شي فاسي ما كاينش شي واحد اللي ما جاش لشارع الشفشاوني باش ياكل البصاره. مع كاين محلات ديال البصاره هنا، نحاول نضرب الدوره ونشوفوا قبل ما نوريكم الاهتراء اللي كيعاني منه هذا الشارع. غادي تشوفوا هذه المحلات ديال البصاره الشهيره بمدينه فاس اللي اكيد كانت تعرف قديما، يعني هذه محلات ديال البصاره كما كتشاهدوا معروفه بزاف هنا في مدينه فاس. يعني ما كاينش اللي ما جاش كلا البصاره، يعني ابناء مدينه فاس اللي كيجيو ياكلوا البصاره هنا، يعني معروف بالبصاره شارع الشفشاوني معروف بالبصاره بهذه المحلات ديالو. ولكن للاسف البنيه التحتيه ديال الشارع الشفشاوني على الرغم من تواجده في القلب النابض ديال مدينه فاس على بعد يعني واحد كيلومتر ما كاملش ولا بضعة أمتار على السونتر على لافيات المدارة ديال لافيات. شوفوا الطريق كيفاش دايرة، نحاول أنني نزومي لكم وتشوفوا الحالة الكارثية ديال هذا الشارع للأسف، اللي ما عرفش أنا علاش علاش عطلوا فيه باش لأنهم غادي يصلحوه، لأن دابا يقال بأن غادي يصلحوه، ولكن قبل ما يصلحوه هاجي نوريكم الحالة ديالو كيفاش دايرة. حنا مرارا وتكرارا درنا روبورتاجات درنا لايفات، شوفوا الحفرة هاي حفرة، شوفوا حفرة في وسط الطريق هاي، شوفوا حفرة في وسط الطريق هاي، حفرة واحدة أخرى في وسط الطريق شاهدوا معنا، حاول نزوم لكم شوية، هذه حفرة في وسط الطريق هانتوما شاهدوا. دابا لافيات راه غير هنايا، لافيات راه قريبة، أنا نخرج في لافيات ديريكتوم. شوفوا الحفرة كيفاش دايرة في وسط الطريق، شوفوا قداش هاد الحفرة. يعني واش هاد المسؤولين ما عرفش انا زعما، واش ما كاينينش ليجان ديال تتبع المراقبه؟ واش ما كاينينش ليجان اللي كيخرجوا يشوفوا لي بوان نوار اللي كاينين في هاد المدينه؟ راه خص يكونوا ليجان اللي كتشتغل بشكل يومي، هذا هو البيت القصيد، خاصهم يكونوا ليجان في كل الاحياء وفي كل المقاطعات اللي كتخرج تفقد ودير لي ريكلاماسيون. لكن المواطن ما كيديرش لي ريكلاماسيون، دابا المشكل ان المواطن ما كيديرش لي ريكلاماسيون مكتوبه للمقاطعات والجماعه، الواحد يبقى يدير شكايه ويصيفطها. بحال دابا الساكنه ديال المنطقه هنا على بعض الله تكون دارت ريكلاماسيون، ما يمكنش ما تكونش دارت ريكلاماسيون، ما عرفش علاش تعطل يعني المشروع ديال اصلاح الطريق ديال شارع الشفشاوني. يعني ما خرجش الحيز الوجود في اقرب وقت، لان سنوات هو كيعاني شارع الشفشاوني. هانتوما شوفوا الطريق كيفاش دايره، او ميم طون كتخرج الطريق في الرون بوان ديال لافيات في شارع الحسن الثاني وفي شارع علال الفاسي، يعني كتخرج فيهم. هانتوما شاهدوا ها هي الرون بوان ديال لافيات الشهيره الخاصه ديال لافيات. فاذا الله يجازيكم بخير، خاص واحد الليجان اللي غيبقاو يخرجوا للشوارع. حنا لا نبخس مجهودات احد، لا نريد الا الخير لهذه المدينه، يخرجوا ليجان يشوفوا ليجان مختصه بالطرقات، تشوف الحفاري فين كاينين، لان دابا راه ما الاستعدادات راه كاينه لكاس افريقيا ما بقى والو. لجان عاوتاني لجان مختصه بتتبع الاناره العموميه، لجان اللي كتراقب الازبال المتراكمه، لان دابا الشركه اللي غتعطيها تدبير ربما قطع النظافه راه ما نعرف، خص اللي يتبعها واللي يراقبها. دابا اكيد لان النظافه قطع ديال النظافه مازال يعني 6 شهور عاد غادي يكون لورد سيرفيس، يعني دابا كينتظروا هما لورد سيرفيس. فاذا خاص حلول الشوارع المهمشه، ونتمنى صادق بان الاشغال تشمل شارع الشفشاوني في اقرب وقت ممكن. متابعينا غادي نخليكم، شكرا لحسن تبعكم المشاهده، الى امل لقاء بكم في بث مباشر اخر، حياكم الله والسلام عليكم ورحمه الله.